بتاعك مع موظف نزل قوي، هحاول اخلصه لك ان شاء الله. تؤمرني يا عماد باشا؟ مع الف سلامه. يا سلام. لا يا حاج، الختم ده مش واضح. ما هو واضح يا بيه. يا حاج انا اللي عارف، هيقولوا عليا مزاور. مع السلامه. نور يا معالي باشا. ربنا يخليك يا رياض. ازاي صحة حضرتك كده؟ الحمد لله. كده يا سيدي ورقك سليم، اتفضل مع الف سلامه. يا ترى عملت ايه في الموضوع بتاع عماد باشا؟ لا، ما هو لازم يجي بنفسه هو وكل الورثه علشان يمضوا قدام. يا عم هتشغل دماغك ليه؟ انا استلمهوله. ما ينفعش يا رياض، وانت سيدي العارفين وعارفني كويس قوي، احب القانون، الاوراق دي اوراق قانونيه لازم تبقى مظبوطه. يا عم ده انت المصلحه، ده الشهر العقاري كله بتاعك. يا عم شغل دماغك وافتح درجك، الراجل هيظبطك تظبيطه اللي هي. يظبط مين يا رياض؟ انت اتجننت في عقلك؟ انا حد هيظبطني؟ طب بالراحه بالراحه، بس انا اللي طلعت غبي، معرفش انك طلعت حمار. يلا ماشي. يظبطني؟ لا يا سيدي، مش عايزين حد يظبطني. انت فين يالا؟ ده طالب قلب عليك الدنيا من الصبح. ناقصه وشك ده. عايز ايه طالب؟ عايز يتملى في عينك يا سيدي، عايز الايراد يا اخويا. ايراد؟ ايراد ايه؟ انا لسه ما بعتش الحاجه. ده مش ذنبنا يا حبيبي، احنا بنلم الايراد اول باول. يا عم ده نظام كنت، انا ليا نظام تاني. انا بحب الم الفلوس كلها وابديها لكم على بعض. قول لي طلبك ايه؟ النظام ده عندكم في بيتكم يا حبيبي، احنا بنلم فلوسنا اول باول. ماشي؟ سحنتك. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه بس؟ اما انا عايز اقعد يا رب. معاك فلوس؟ معايا يا رب. طب استنى انت يا طلعت، العب ال100 جنيه دي يا عم الحاج. استنى انا يا طلعت، استنى انت، ما تلعبش انا هلعب انا. انت غشيم لحسن تخسر. انت كسيب. يلا حبيبي وزع. ايه؟ خد لك سيف، خد لك سيف كمان سيف. انزل بس يابا. نام كده، نام كده يابا. اسكت انت غشيم. اسمع مني يابا كده حلو. نام، اسكت، خلي قلبك جامد وانزل اخر كارت. يابا نام كده. اخي سندك الصبح يا طلع. الفلوس دي كلها يا طارق؟ في ايه بس يا زينه؟ هاتي الفلوس. الله، هاتي دي فلوس شغل. الله، في ايه؟ فلوس الشغل؟ ما انا عارفه يا اخويا معانا ايه ومعناش ايه. مش فاهم يعني تقصدي ايه؟ يعني مش على زينك الكلام ده، انت بتعمل شغل من ورايا. يا بنت دي فلوس واخدها من الناس، مقدمه لبضاعه، ناس عايزه مني بضاعه عشان يسترزقوا منها. والله شغلانتنا دي ما حدش بيدي الفلوس دي كلها مقدمه. وبعدين ما انا لسه شايفه البضاعه ومتممه عليها بنفسي، ما اديتهمش منها ليه؟ انت بتحقق معايا ولا ايه؟ مالك يا زينه في ايه؟ عايزك تقول لي الحقيقه يا طلبه، انت ورا اللي حصل لطلعت ولا لا؟ الله 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 الله، وانت ايش عرفك بقى باللي حصل لطلعت؟ انا بسالك سؤال جاوبني عليه وقصر. اسمعي يا زينه، انا شايف ان الواد طلعت ده واكل دماغك زياده عن اللزوم. سيبيني بقى اوضبهولك بطريقتي واطلعي انت من نافوخي. انت حاطط نقرك من نقره ليه؟ مش طايقه ليه؟ ما تسالينيش انا، ما بسال الباشا. وبعدين معاك يا سوسو، انت مش ناوي تجيبيها البر ولا ايه؟ خير؟ هو انا عملت حاجه غلط ولا ايه؟ حكايتك مع الواد اللي اسمه لؤي ده. لؤي؟ ايوه يا اختي لؤي حبيب القلب.
قصدك الواد المفلس الكاتيال؟ انا حر اعمل اللي انا عاوزاه. يا بنت عقالي انت مجنونه، الحب عميك عن حاجات كتير انت مش شايفاها. وغلاوتك عندي يا مستر سطوحي، قلت لها نفس الكلام ده. لو ايضا عامله زيه زي اي زبون، معاه فلوس نقعد معاه، ما معاهوش ما يلزمناش. فوقي يا سوسو، يا بنت ما تبقيش فقريه، شغالي القريحه فكري. بصي لامك واخواتك، ولا انت عايزه تصرفي عليه معاهم؟ عندكوا حق. ايوه كده ناصحه، يبقى زيه زي اي زبون، نقلبه اول باول. ماما تعبانه، بابا عايز يعمل عمليه بالشيء الفلاني واحنا ما معناش. مصاريف اخواتي في المدرسه معكنينه مزاجي، الكوافير صيط شعري، ومحتاجه احط شواتير. كل ده وهو معاه فلوس، وهو ما معاهوش يبقى ما يلزمنيش. ايوه كده. الواد طلعت ده مش ناوي يجيبها البر، عمال يهيس عليا وكل شويه اللي بلم الفلوس من العيال. الواد ده طلع الا ريس. لا يا اهبل، الواد ده حويط، تحس من اول طلع كده انه عيل اهبل، لكن هو مش سهل، انت بس اللي مش وزنه صح. عموما اصبر عليه لغايه اخر الاسبوع. عليا النعمه، الواد ده فرتك البضاعه وسايح فلوسها. الواد ده يجي اخر الاسبوع ومعاه الفلوس، شيله من دماغك انت. المهم قول لي اخبار العيال التانيين ايه؟ سوب عافيه اليومين دول. لا يا حبيبي، انتوا اللي مش عارفين تشوفوا شغلكم. هي الناس لا تاكل عشان تتكيف يا طلبه. يا عم ان شاء الله ما كالوا، المهم يتكيفوا. اسمع لما اقول لك، تنزل انت وشوط المقاطيع اللي معاك دول، البضاعه اللي معاكوا تخلصوها في ظرف يوم. عارف لو عيل منكم رجع بتوم نيه هديكوا كلكم استماره سته. فاهم يا بقف؟ ماشي يا طلبه. يا مرحب. مرحبا يا سيدي. اديني ربع ربع لانشون من ده. لا ده مش لانشون، دي جبنه رومي لا مؤاخذه. ايوه انا عارف انها جبنه رومي. اديني ربع منها واديني عيش. كيس عيش حاضر وربع رومي. ممكن ادوقها؟ خد دي كبيره، خد دي. وده طعمها حلو قوي. لا لا والشيف يا حبيبي. ربنا يخليك. حسابك كام؟ حساب كده 10 جنيه، اتفضل يا سيادة. معلش بقى انا مش عايز جبنة رومي، عشان في الونزة الخنازير والحاجات دي. خنازير ايه يا ابني؟ ماشي. اديني جبنة قريش، ربع كيلو جبنة قريش. لا دي مش بالربع، دي بالحتة. اديني حتتين. ماشي، حتتين، عايز نشوف اخرتها. حتتين قريش وكيس عيش. حسابك كام؟ 3 جنيه. 3 جنيه؟ دي الحتة ب 10 ساق عندنا في البلد. ماشي في البلد بقى. امسك. قول لي أنت جديد هنا في الحتة؟ أنا ساكن هنا من قريب عشان بدرس في كلية التجارة جامعة القاهرة. أهلاً وسهلاً، على كل حال إحنا بنحب الطلب، ومعاك ما معاكش ما يهمكش، يا أهلاً بيك. استنى خد بقى. فوق البيعة. ازيك؟ كراميلا؟ ها كراميلا. ربنا، أنت اسمك إيه؟ إسماعيل. ربنا يخليك يا أبو إسماعيل. الصبحية وانا في الشباك مستنية تمر عليا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر. عظمة على عظمة يا ست نبيلة. انا قلت اعمل لك لقمة على مقصم كشري تستاهل بقك. والله انت حاسة بيه. تعرف يا خالد، حسب ما اعرف يعني ان الحب ما فيهوش مستحيل. يعني ممكن الواحد طويل قوي ويحب واحدة قصيرة، ممكن يبقى رفيع واسمر وبغمستين ويحبها وهي شوية شوية يعني ايه مربربة. ممكن يبقى غني وهي فقيرة، ممكن يبقى عنده 20 سنة وهي عندها 55 45 وال 35. لسه شايفة فيلم أجنبي من قبل ما تيجي، يعني البطل اسمه القفشينو، بل ما فيشك يا رب. اتجوز البطلة وخلفوا صبيان وبنات وعاشوا في تبات ونبات. خلاص انا هنام مني. قول لي ايه رأيك بقى؟ يعني هو كان ناقصه شوية شطة. هو ايه؟ الكشري ده. انت طبخ ايه بكرة يا سيادة؟ على فكرة يا ابني
انا في سؤال جوايا نفسي اساله لك.